بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا مزيان وتكونوا ديما في أحسن حال. مرحبا بكم في قناة مريم المتنوعة. اليوم إن شاء الله بغيت نشارك معكم هاد الصباغات الطبيعية، لون أكاجو بدون حناء. هاد الوصفة هادي رائعة، كانت دايرة ضجة في الفيسبوك، ويعني كتعطي نتائج من أول استعمال. وصفة رائعة بمكونات طبيعية، وهاد الوصفة هادي يعني ما كتبقاش مدة طويلة على الشعر، يعني بمجرد كنغسلو شعرنا بالشامبوان كتمشي. وانا بالنسبة لي هاد القضية مزيانة، يعني بالنسبة للبنات اللي كيملوا اللون كيبدلوا داغي الصباغة يبقاو يديروا هاد الوصفة هادي. الا عجبتكم بقاو تعاودوها، يعني هاد الوصفة ما كتضرش نهائيا بالشعر وتعطي نتائج من اول استعمال. كنحتاجو في هاد الوصفة هذه ياغور طبيعي اللي كيتثبت لينا اللون على الشعر، ويعني هو ايضا مفيد للشعر، مزيان للشعر ديالنا. وكنحتاج ملون احمر كيتباع عند العطارين وعند الشابين اللي كيبيعوا اللوازم ديال الحلويات، وملون يعني خصو يكون طبيعي 100%، تاكدوا منه طبيعي. وجبت هذا الاناء، هذا اول حاجه كنضيف الياغور الطبيعي. إذا كان شعرك طويل ديري جوج من هاد الياغورت، كنضيف الياغورت الطبيعي كيف ما كتشوفوا، غادي نضيف الملون الغذائي باللون الأحمر. كنضيف الملون الغذائي الأحمر، تقريبا انا هنايا ضفت بحال لي معلقه صغيره ممتلئه، يعني انا درت غير راس معلقه، هي معلقه صغيره يعني تكون عامره. وكنخلط جيدا هاد المكونين، الياغورت الطبيعي مع الملون الاحمر. كما كتشوفوا اللون رائع، كتخرج يعني من اول الاستعمال. ممكن اضافة العكر الفاسي اللي بغا يضيف العكر الفاسي كما كتشوفوا اللون كيجي على هذا الشكل، هذا رائع احمر اكاجو. وبالنسبة لطريقة الاستعمال ديال هاد الصبغة الطبيعية، كنوزع هاد الصبغة هادي على الشعر من الجذور الى الاطراف، يعني كنوضعها باكملها على الشعر. غادي نغطي بغطاء بلاستيكي ونخليوها لمده ديال 8 سوايع الا كان الشعر فاتح. الا كان الشعر يعني اللون ديالو داكن نديروها بالليل ونغسلوها حتى الصباح، ولا درناها الصباح نخليوها حتى العشيه. يعني هذه الوصفه هذه ما كتضرش نهائيا بالشعر، ما نغسلوش شامبوان، نغسلو غير بالماء فقط. بالنسبة لهاد الوصفة هذه يعني كنديروها مباشرة على الشعر ديالنا، ما نخليوهاش في الثلاجة، يعني نديروها مباشرة. وإلا كان يعني الشعر ديالك أسود ممكن تعاودي ديريها، راه كتخرج يعني بالنسبة لبنات الشعر ديالو فاتح كتخرج من أول استعمال، ووصفة ما كتضرش نهائيا بالشعر، وكيخرج اللون رائع، لون اكاجو. يعني لعشاق هذا اللون هذا يديروا هاد الوصفه هذه بهذه الطريقه، غير يعني هي ما كتبقاش مده اطول، بمجرد كنغسلوا شعرنا بالشامبوان كتمشي. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، يعني هاد الوصفه هذه طبيعيه بدون حناء. كاين شي بنات ما كيبغيوش يديروا الحنة في الوصفات، يديروها الطريقه هذه ما فيهاش يعني مقادير بزاف، جوج مكونات فقط. عندنا الملون الاحمر خصو يكون طبيعي 100% والياغورت طبيعي. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، ما تنساوش تدعموني وديروا اشتراك وديروا لايك الى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.